بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. النهاردة نشتغل في فيديو ظريف جدا عن الفوائد الجسمانية للتنس، وده كان مطلوب مننا، طلب من الأصدقاء ومحبين التنس واللي هم بيشاهدونا على القناة، قالوا عاوزين إيه فوائد التنس الأرضي، إيه إحنا عايزين نعرف الفوائد اللي هي هتعود علينا أو على أجسامنا. هنتكلم في الفيديو ده عن الفوائد التي تعود على الفوائد الجسمانية اللي هي بتفيد الجسم نفسه. لو تلاحظ ان التنس الارضي بيقوي عضلات الجسم، دايما اللعيب بيعتمد على عضلات الجسم وتحسن المظهر العام للجسم. بتلاقي لاعب التنس دايما جسمه مفرود، القوام بتاعه مفرود، الجسم ليه جمال معين. تلاحظ في التنس الارضي برضو بيزيد من نشاط الدورة الدموية، تلاقي اللاعب داخل الملعب في الدورة الدموية عنده ممتازة، وخلال ما بيترك الملعب بتاعه خلال يومه تلاقي الدورة الدموية بتاعته ممتازة والتمثيل الغذائي للجسم ممتازة للاعب التنس. تلاحظ أيضا إن لاعب التنس داخل في الأرض داخل الملعب تلاقي ذات شهية ممتازة، لاعب التنس بياكل بامتياز، وفي ذات الوقت نفسه بيخلص عيوب الوجبات بتاعتنا من خلال اللعب، لان احنا بنبذل مجهود جامد داخل اللعب عبر التخلص من اضرار الطعام وبالنسبه لاجسامنا، وبنخلص الجسم من الدهون الزايده، لان دايما الواحد بيروح شمال بيروح يمين بيطلع فور بيرجع باك، كل ده بيخلص الجسم الزايد وبيستهلك السعرات الحراريه داخل الملعب. اذا الافاده للجسم للاعيب التنس الافادات كثيره جدا، منها على سبيل المثال زي ما قلنا ان بيستهلك السعرات الحراريه الزائده عن حاجاتنا. التنس الارضي يقينا من الامراض المزمنه، تلاحظ ان لعيب التنس دايما بفضل الله ما عندوش امراض القلب، ما عندوش الشرايين، ما عندوش السكر، ما عندوش السرطان، كله لاعب التنس كل التمرينات واللياقه داخل الملعب ولعبه بيقضي على هذه الامراض، وبيلاحظ ان هو بيبقى راجل مثالي داخل الملعب ويحارب البدانه والسمنه. لاعب التنس تبص تلاقي دايما من اللياقه باستمرار، لو بيلعب مرتين في الاسبوع تلاحظ ان هو بيحافظ على عوده وبيحافظ على جسمه. ليه؟ لان بصراحه اللعبه داخل الملعب بتحتاج الى مجهود جبار، وهي مفتاح كل خير داخل الملعب. يعني هي بتقينا من السمنه، اللي هي اصل السمنه هي مفتاح كل شر. لاعب التنس داخل الملعب مفتاح كل خير، السمنه بتزيد والجسم بيزيد، هي المبدا او الباب المفتوح لجميع الامراض من داخل السمنه. بيقضي لاعب التنس على السمنه، بتلاحظ ان لاعب التنس بيقي نفسه من الخشونه والام المفاصل ومشاكل العظام، كل ده بالنسبه للاعب التنس. اذا التنس له دور مهم جدا في بناء جسم الانسان، تلاحظ من حركاته، تلاحظ في تحركاته، تلاحظ من لما بيخلص اللعب بتاعه في مشيه في قوامه في تحركاته. اذا نطلع بمعلومه مهمه جدا ان فعلا الفوائد الجسمانيه للاعب التنس مهمه جدا وموجوده، مجرد ان هو يتدرب، مجرد ان هو يلعب ماتش مع صديق ليه، مجرد ان هو يلعب على الحائط، كل ده بيحرك فيه جسمه، بيحرك فيه اللياقه بتاعته. اذا يستفيد الجسم استفاده كامله من خلال اللعب داخل الملعب او من خلال الفيتنس الخاص بالتنس. شكرا.